إذا نبدأ بأولى ملفات هذه الحلقة ونأتي من الشرق، إذ أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين تريك إن المجلس طالب بعثة الأمم المتحدة بإلغاء مسار الشرق، مؤكدا أن هذا مطلب أهل الشرق ولا مساومة فيه أبدا وفق تعبيره. وأشار إلى أن البعثة ناقشت بدبلوماسية القضايا مؤكدا علمها بحجم التوتر الموجود في تلك المنطقة. وشدد تيريك في تصريحات اليوم على استغراب المجلس من إصرار الدولة على هذا المسار، معلنا التمسك بموقف القبائل وعدم قبول أي تنازلات، واعتبر أن على الحكومة والمجتمع الدولي إلغاء تلك التوجهات لو أرادوا الاستقرار بالشرق وعدم العودة إلى المعارك المسلحة والاشتباكات. أضاف يجب إقرار منبر تفاوضي يضم كل المكونات ويأخذ كل طرف حقوقه، وأوضح أن المسألة ليست مطلب أو مطالب خدمية بل حقوقا تاريخية همشت منذ العام 1956 وفق قوله. وكشف محمد الأمين تريك أن شعب شرق السودان يتطلع إلى تقرير المصير ولن يقبل بأقل من ذلك، محذرا من فتنة تهدف لإشعال الإقليم. ورأى أنه من المفترض أن تسهم الحكومة في إنجاح لقاءات البعثة الأممية باتخاذ خطوة تهدف في استقرار البلاد، وأيضا أن تسهم في رفع الإغلاق. الآن نطرح هذه القضية بشكل أوسع على طاولة حواري مع الأحداث، وأرحب بمن يشاركني في هذه القضية، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ صلاح الكامل، سيكون معنا عبر الهاتف بعد قليل. جديد حياكم الله، وكما ذكرت قبل هذا التقرير المعد في شكل صور أننا سنتحدث عن قضية الشرق، وسيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ صلاح الكامل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ صلاح مرحبا بك في مع الأحداث، و أبدأ معك مباشرة من هذه القضية والتي أخذت جدلا كبيرا ووقتا كبيرا جدا وتأثيرات كبيرة جدا على الأوضاع السياسية في السودان. دعنا نبدأ بالتأثيرات من ناحية سياسية أولا، لإغلاق ميناء السودان في الشرق وهذه التأثيرات على الأوضاع السياسية بشكل عام. مرحب بقناة الهلال ومرحب بالمشاهد الكريم. حقيقة من في المنح السياسي للأزمة التي حدثت في الشرق والتي غاربت الشهر اتغفر الطريق من 17 سبتمبر حتى الآن، هذه القضية في الجانب السياسي تمثل عدة دلالات تنمي بإضلال غير صحيحة في الطريق السياسي. أولا الآن اليوم أو كما أوردت الحاكم نيوز الناظر تريك على حسب الحاكم نيوز يصرح بأنه بيخاطب بحثة الأمم المتحدة للتدخل لإلغاء الشرق إلغاء مسار الشرق، وبيعتقد أنه هذا المسألة غير متراجع عنها بالنسبة لشعب شرق السودان، وهذه مسألة بعد خطيرة يعني قد يعدها البعض بادر من بوادر تدويل القضية، هذا في بعدها السياسي. وهذه ترمي بظلالة على أن هذا الأمر إذا لم يحل أو ينظر إليه بعين واعية قد يترك تداعيات سياسية سلبية. والحدث بما هو حدث لم يكن جديدا، يعني هذا الذي فعله ناظر تريك ومعه الآن هذه القضية وهذه الأفعال التي تتحدث عنها لم تترك تداعيات سياسية حتى هذه اللحظة؟ الآن هذا واحد من التداعيات السياسية، والتداعي السياسي الكبير ان هذا الامر الذي يحدث ليس بدعا، يعني لم يحدث هو هذا الشرق بدعا. الثوره هذه التي نعيشها من ديسمبر حتى الان هي قامت على هذا الاساس، قامت على الاغلاق وقامت على لماذا يعني بانها تجر وبترك لا تجر. فالحدث بما هو حدث حدث في سياق الثوري صحيح 100%، الذين يرفضونه ينبغي عليهم مراجعه الموقف الثوري وثوريه هذا الحدث. جميل. التاثير السياسي ان هذا الذي يحدث الان لا يصب في صالح المكون المدني حقيقة، يصب في صالح اتجاه آخر. إلى أي اتجاه؟ وضح لي، وضح لي كي تكتمل الرؤية سيد صلاح إذا سمحت. من وجهة نظري أنا المكون المدني الآن أمام تحدي كبير جدا، هذه القضية قضية سياسية بامتياز
هو مسؤول عن حل هذه القضيه السياسيه وليست قضيه امنيه بحيث اننا نسال عنها المكون العسكري، لان قضيه التسريس وقضيه اغلاق هذه مثلا لم تكن قضيه امنيه حتى نقول يفتح وكذا، هي قضيه سياسيه. انا بعتقد ان المكون المدني مدعو بقوه للحكومه المدنيه على الاقل الانتقاليه مدعوه بقوه للنظر لهذه القضية وحالتها في إطار. جميل أستاذ صلاح، حتى هذه اللحظة ولم تخرج بعيدا من تصريحات السيد محمد الأمين تيريك وهو يتحدث أيضا عن أنها قضية سياسية، وأنت قلت بأنه لا شأن للقوات الأمنية أو القوات الجيش بالتدخل في هذه القضية، لكن عندما ننظر إلى ردود أفعال السيد محمد الأمين تيريك هو يرفض تماما أن يتحاور أو يتحدث مع أي أحد من المكون المدني، ويقبل ويعطي إشارات بأن يتحدث مع المكون العسكري. الحكومة الانتقالية كانت مطالبة للنظر بقضية الشرق عموما في إطارها الصحيح. الناظر الطريق قد هو يغدر موقفه على أساس أنه لا يقبلون أو أنه جلس معهم ولا يصل معه وفقد المصداقية ولم يكن بينه وبين المكون المدني جسد للثقة وكذا. مطالبي أنت تحكم الناس، ينبغي عليك أن توالي الناس، ينبغي لك أن تنظر الناس وأنت تحكم الذي يرضى والذي لا يرضى. المكون المدني مسؤولية مباشرة أنه يحل هذه القضية في إطار السياسة، وهذه قضية سياسية بامتياز. نعم جميل. قبل إذا أستاذ صلاح، قبل أن نذهب إلى حلول هذه القضية حتى سأعطيك مساحة لتعطيني أيضا رأيك، لكن دعنا نقف على تبعات الآن ما يحدث. كنا قد تحدثنا عن تبعات سياسية، دعنا ننتقل إلى تبعات اقتصادية. التأثيرات الاقتصادية لإغلاق الموانئ على المواطنين وقطاعات الإنتاج وارتفاع الأسعار، ما رأيك فيها؟ يا سيد انا الان اقول لك بالتصريح الاخير لناظر تريك، اخي نخشى ان تدول هذه القضيه، والتدويل يرمي بالضرر السالبه جدا على وضع الاقتصاد على العموم. يعني من يستثمر بعد في السودان والصناديق التي تعمل معنا والمستثمرين كيف يدخلون الى السودان؟ هذه واحده تدويل اخطر قضايا قضيه الشرق ان لم تحل. البعد الثاني ان قضيه الشرق الان اوقفت من المواطن الدقيقة وفضل السكر المحروقات وكذا وكذا، والآن البلد تعيش بغير خبز وتعيش بغير دقيق وغير، هذا الوضع الاقتصادي إضافة له الوضع الاقتصادي الخطير في مردوده الاستثمار والتعامل مع الآخر الاقتصادي، التعامل مع العالم اقتصاديا عبر هذا المنفذ الهام جدا مثل السودان فقط، إما للغارة الأفريقية كلها بتداعياته الاقتصادية السالبة. هذا الإغلاق سالب 100%، مدعو الحكومة لأخذ موقف جاد جدا جدا لدراسة الأسباب والعلل بإيجاد حلول عملية جميل جيدة جدا وابتكار، حتى ابتكار مضاعفات. جميل. قبل أستاذ صلاح، قبل أن نذهب إلى الحلول، الآن أنت طرحت نقطتين تحتاج إلى تفصيل أكثر. قلت لي من الآثار الاقتصادية أن هذا الإغلاق قد يعصف بملف الاستثمار، والذي طرحته الحكومة واحدة من الحلول التي قد تعالج المشاكل الاقتصادية وواحدة من المخرجات الناجحة لثورة ديسمبر. الآن أنت تحدثت عن أن ملف الاستثمار يمكن أن يعصف تماما من خلال هذا الإغلاق، ألا يمكن أن يصنف إغلاق الموانئ في شرق السودان من مهددات الأمن الاقتصادي القومي للبلاد من خلال ما ذكرته أنت الآن؟ أنا لا أعتقد أن المطالبة ثورة ديسمبر المجيدة أرشد قواعد للمطالبة وأرشد ضوابط جديدة وأرشد أعراف جديدة، منها التتريس لم يكن جديدا ولم يكن بدعة أن الشرق وأن الناظر الترك قد بدأ هذا الأمر. في هذا السياق يعتبر الامر طبيعي ومبرر ومقبول ثوريا على الاقل. يعني نرمي بظلال انا قلت مدعو، يعني ما اضرب واضرب مثل، لكن هل تناقض نفسك؟ اعتذر، يعني هل تناقض الان الحديث استاذ صلاح؟ انت قلت لي ان الخطوه التي قام بها تيريك هي خطوه مشروعه وسلميه، عدت لي وقلت لي أن هذه الخطوة يمكن أن تعصب بملف الاستثمار الذي تقوم عليه الحكومة من تحسين وجهة السودان والخرطوم للعالم الخارجي، إذن هذا تناقض. لا 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 تناقض. إذا الآن إذا كان في يوم من الأيام مقبول أن تغلق شارع 60 مثلا في الخرطوم أمام حركة الإسعاف وأمام حركة السيارات وأمام المارة والمرضى والمسعفين للمستشفيات ويموتون، وكان هذا الأمر ثوريا مقبولا،
لماذا هل تقارن إغلاق شارع الرئيس داخل عاصمة السودان الخرطوم بإغلاق شريان رئيسي وواجهة لدول العالم بالاستثمار؟ أنا لا أقارن ولا أغيب ولا ينبغي لي، إما أنا أقول هذه الفعلة من حيث هي مع تلك التقديرات الأخرى من حيث هي أصبحت فعلة ثورية. أنا لا أرى تناقض، لا لم أرى تناقض بين الذي أغلق شارع 60 وأغلق شارع السودان. جميل. يعني شارع 60 مثلا، شارع 60 هو وسط الخرطوم، إذا أغلق أمام إسعاف يحمل مرأة ضعف رعاة في طريقها للولادة وماتت، فهذا هو إغلاق وهذا هو ضرر للمواطن وهذا هو عمل، لكن كان ثوريا ومقبولا. أنا لا أبرر لأن أبو السرك، قبل أن لا أقول هذا الأمر مقبول ثوريا. أنت لا تبرر، لكن أنت قلت أن هذه الخطوة هي خطوة صحيحة في الاتجاه الاحتجاجات السلمية. مقبولة، صحيح ومقبول. مقبولة. جميل. نعم. طيب دعنا نقف على بعض التصريحات عندما تحدث تيريك عن أن المسألة ليست مطالب خدمية بل حقوقية وتاريخية منذ العام 1956. دعنا نأخذ قراءات للشارع. هنا تباين الشارع السوداني حول هذه القضية، والبعض يتحدث بأن الشرق يحتاج إلى إعادة إعمار ويحتاج إلى أشياء كثيرة، لكن ليس لهذه المطالب علاقة بما يضعه الشيخ محمد الأمين تريك على طاولة الحوار من سقف يعني تفاوض بحل الحكومة وما إلى ذلك. كيف تقرأ الآن هذه التصريحات من قبل الشارع السوداني أيضا؟ التصريحات الناظر تريك بدأت ومعه بدأت في شكلها الأولي مقبولة، بدأت قليلة، بدأت صغيرة، بدأت مطالبة بحقوق، ولكنك إذا أمعنت في التباعد عني ولم تفاوضني قد تزداد الثورات، تبدأ بشرارات وتنطلق حرائق. المواقف كذلك يعني ليست بدعة، أن المواقف أيضا تبدأ بشرارة والنار المستفقة للشرر. هذه المسائل تتدرج كده، هذه سنة الله في الكون، هذه طبيعة الأشياء، هذا هو الحجم التاريخي. أنا كل المطالب تبدأ صغيرة ومن ثم يقابلها عناد من الحاكم وكده. يعني هذا النظام البائد لماذا نجحت ثورة ديسمبر؟ لأنه عانت في تنفيذ مطالب المعتصمين والمتظاهرين والمحتجين والذين قدموا له حلولا، فعصفت به الثورة عصفا مبينا وواضحا. فلا، المطالب دائما تتسع، المطالب الثورية والمطالب ده هذا حجم التاريخ، هذه مسألة واقعية. طيب ما تعليقك الآن من خلال هذه المطالب على تأثيرات هذه المطالب على حياة الناس؟ وبحديثك أنت قلت بأن الآن ولايات السودان والخرطوم تعاني شحا كبيرا في السلع الأساسية مثل الدقيق والأدوية، وحتى الولايات الآن تعاني من ارتفاع في أسعار الوقود. هذه التأثيرات التي حدثت لولايات السودان المختلفة من خلال هذا الإغلاق، ما هي رؤيتك فيها؟ والله هذه يعني مسألة، يعني أنا لا أرى ولا أتناقض إذا قلت أن المواطن العادي في شمال السودان، في شرقه، في جنوبه، في غربه، إذا تضرر هذا ليس مسوق يعني لك أن تغلق مواقف الناس، ولكنك إذا كان هذا الأمر في سياق ثوري وسياق مطلبي، المسؤولية تقع على غادر الحكومة، تقع على الحكومة من مهماتها، على كل الأمر الذي تواطأ عليه الذين عرفوا الحكومات. درع المفاسد جلب المنافع، واحدة من درع المفاسد أن تغلق للناس الأبواب التي يأتي منها الشر. يعني أنت وتغلق أن تجلب للناس المنافع، ينبغي أن تدرع عنهم المفاسد. ويغلق بينا يعد ضرر للناس بينا، طلب الحكومة بشكل عقلاني وطلب الحكومة بشكل واقعي، الجلوس مع المواطنين كما جلس في عدة أماكن، كما جلس الجلوس مع المواطنين أم الجلوس مع مواطني الشرق تحديدا، كما جلست مع مواطني دارفور، كما جلست مع مواطني جنوب كردفان. جميل جميل، لكن محمد الأمين تريك يرفض تماما الجلوس مع المكون المدني. أنت قلت لك هذه النقطة، وهذا حديث له أيام. يعني هذا المكون المدني هو الذي أتى بالسلام في 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 جوبا، فليكن يعني فليكن، لكن هل المكون المدني ذهب إلى محمد الأمين تريك؟ واحدة من الصلة مهمة جدا من تكون من مشاهد واضحة، الغاضي مثلا، هذا مثلا قصة أضربها مثلا، الغاضي يحاكم الذي يحترف به والذي لا يحترف به. إذا السلك لا يحترف بالمكون المدني أو لا يقبله، هذا لا يصب للمكون المدني مبررا أن لا يتعامل مع غربية الشرق. ومن الذي، ما هي الدلائل على
على حديثك بأن المكون المدني لم يتعامل مع قضية الشرق حتى هذه اللحظة. اعطيني منبرا اعلاميا واحدا، مم. اعطني بيانا هويا حتى تبين المكون المدني والحكومه الانتقاليه عن الشرق إذا أنت صراحه ترى في حقائق الامور. إذا أنت ترى أستاذ صلاح بأن المكون المدني هو المسؤول الأول الآن عن تبعات وتأثيرات ما ولا يحدث. غيره ولا غيره. جميل. واعتقد حتى الذي نجح من دعوات طيب قد تكون طيب صادقه او نقطة خاطئه. نقطة 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 تحتاج أيضا إلى توضيح من قبلك وقراءات، يعني الآن من خلال التأثيرات التي لم يتم ذكرها في حوارنا هذا، يعني الآن هناك ندرة في الأدوية المنقذة للحياة، وفي الأيام السابقة بكل أمانة هناك أرواح يعني ذهبت إلى رحمة الله عز وجل لنقص الدواء. حتى هذه التأثيرات وصلت إلى عدم استقرار الدراسة داخل ولاية الخرطوم وحتى ولايات، وكان هناك قرارا بتقصير زمن ومدة اليوم الدراسي لعدم وجود وجبة الفطور التي تعتمد على الخبز بشكل رئيس. يعني سؤالي هنا، إلى متى سيستمر إغلاق الموانئ وتأثيرات ذلك على المواطنين وأصحاب الأعمال؟ أغير معك وأشترك معك بإغراق كامل بدوس قاطع أن الإغلاق تضرر منه المواطن ويتضرر منه المواطن لاحقا بكل المنظومة، منظومته الصحية والتعليمية والمعيشية والاقتصادية. لكن يظهر الحق واضحا أن هذه من مهام الحكومة أن تقوم بدورة لحل هذا الإشكال، أن تقوم بدورة لأن الإشكال في مقام الأول سياسي. على أهم في الشمس لم يخرجوا إلى غابة، لم يحملوا سلاح ضد الحكومة. الذي حدث هو إغلاق، وتم الإغلاق الآن، وجاع الناس في ثورة ديسمبر ووقفوا زمنا طويلا وتعطلت المصالح الناس، والناس احتملوا لأنها ثورة. الآن الناس الشرقية ينبغي على الناس أن لا يدعونهم يسيرون بالقضية إلى مرتجعات سيئة وإلى مآلات أخرى، أن يجلسوا معهم لحل هذه المشكلة. وهذه النظرة من مهام المكون أو حكومة الانتقالية، الحكومة الانتقالية بشكل واضح وصريح. طيب نأتي الآن إلى آخر الأخبار التي رشحت عن قوى الحرية والتغيير، وهي طبعا رهنت حل الحكومة بتحقيق 5 شروط، وهي باكتمال التحقيقات في قضية فض الاعتصام وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية ونقل السلطة إلى المدنيين وإعادة هيكلة الشركات الاقتصادية التابعة للجيش والدعم السريع ونقل تبعيتها لوزارة المالية وتفعيل المؤسسات العدلية بالصورة التي تمكن الحكومة من تحقيق العدالة هذه وفقا لبعض الصحف السياسية السودانية. عندما ننظر إلى هذه الشروط، هي شروط أساسية لإنجاح ثورة ديسمبر المجيدة، كيف تقرأ الآن هذه التصريحات من قوى الحرية والتغيير؟ هذه التصريحات ضمن السياق الكلي، تصريحات مقبولة ومنسجمة مع الخط الثوري لقوى الحرية والتغيير باعتبار أنها الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، ولكن لا 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 ليست هي على أي حال كل المطالب. أنت نحن إذا تحدثنا الآن إذا عدنا أنا أدعو لك إلى أزمة الشرق الذي يحدث في الشرق الآن، الإغلاق واحد من المسائل التي كنا نرجو أن تكون للحرية والتغيير فيها رأي واضح وصريح. نحن نعتقد ان حل الحكومه الان اذا طلب من جهات اخرى او من غيره يعد في سياق سياسي ينبغي التعامل معه ويقبل مثل هذه البيانات من وقوع الحريه والتغيير باعتبار انها حاضنه وتريد ان تاخذ باليمن حتى تعطي باليسار. ولكن مجموعه القضايا الاخرى تحتاج الى حلول، ولو دعت هذه الحلول او اصبحت بهم ان تحل الحكومه، انا ارى لا ارى إشكالا في أن تحل الحكومة، ولا أرى مانعا في أن تحل، ولا أرى أن تغير الحكومة. هذه ليست حكومة مغدسة، حكومة إذا لم تستطيع أن تحل مشاكل كثيرة من جزء منها مشكلة الشرق، فحلها أو الدعوة إلى حلها تبقى مقبولة ومرضى عنها. طيب أستاذ صلاح، دعنا نقف الآن وننظر إلى الشارع السوداني وهو ينقسم طبعا في الرأي حول هذه القضية. البعض يتحدث على أنه يجب أن تحل الحكومة وتنفذ مطلوبات التفاوض التي وضعها الشرق وأهله متمثلة في محمد الأمين تريك، والبعض الآخر يرى بأنها سرقة للثورة.
في حال تم اتخاذ أي واحدة من هذه الخيارات، هل يمكن أن نشهد يعني اشتعالا للشارع في انقسامات الرأي؟ هل يمكن أن نشهد خروجا للشارع السوداني الذي كما ذكرت هو ينقسم في الآراء؟ هل يمكن أن نشهد توترا على مستوى الشارع السوداني؟ الثورة كحدث عموما على إطلاقها لا تحدث بكل وقت، يعني الثورة تلد ميلادا طويلا ومتعثرا، والثورة في السودان جاءت اكتوبر بعد 10 سنوات، وجاءت ابريل بعد 20 سنة، وجاءت ديسمبر بعد 30 سنة. الاحداث الثوريه لا تاتي، دائما تتكرر بين اليومين والثلاثه ايام وبين العام والعامين. انا بعتقد انه هذه الثوره تتكامل الان، جزء منها من تكامل هذا الحراك السياسي الذي يحدث هذه الايام. هذا الحراك السياسي طالما انه هناك من يرغب ثورته ويراغبها بقوه، وأن المجتمع الغربي والخارجي والعالمي ينظر إلى الثورة ويراعي المطالب الثورية الحقيقية، أعتقد أن لا إشكال يحدث. وكل الخيارات المفتوحة على حسب القضايا الملحة ينبغي أن تكون على الأساس أن تكون هناك حكومة قطاعات حقيقية لتقوم بمغامرة لتجلب للناس منافعهم وتدرى عنهم مفاسدهم وتحل أزمة المعاش، وهذا يعد من صميم الثورة. يعني الثورة ليست أتت بشيء أن يكون هذا موجود وذاك غير موجود أصلاً. الآن الثورة في السودان تتكامل ولكنها محروسة. من الذي حدث ثورة حقيقية بكامل إرادتها محروسة، وأنا أعتقد أنه ما زال في الإمكان أن الثورة دي الآن تتجدد بشكلها، ولو تجاوزت الحكومة الانتقالية ولو حلت الحكومة الانتقالية، فأن الثورة لا خوف عليها. طيب الآن يعني كنا قد تحدثنا عن أن هذه القضية تحتاج إلى رؤى أو توصيات أو حلول لتساعد في حل هذه القضية. برأيك ما هي الحلول الموضوعية التي يمكن أن تحقق الهدنة لأهل الشرق وتحقيق المطالب، وأيضا أن ترضي الشارع السوداني وتهدئ من الأوضاع السياسية وتعود بالسودان إلى الطريق الذي يحتاج إليه لاكتمال التحول الديمقراطي؟ بما أن الثورة أرست الحرية والسلام والعدالة، أضلاع ثلاثة لمثلث مكتمل ثوري، أصبح كل ما يقوم به المواطن داخل إطار الحرية. فالآن كيف تحل القضايا؟ أنا أعتقد هذا اقتراح أيضاً به عبر هذه القناة الغيمة، الفضائية الغيمة، فضائية الهلال، هو أن منظمات المجتمع المدني والقوى الحية بمختلف مسمياتها، من طرق صوفية لإدارة أهلية لقطاع رياضي لقطاع اقتصادي، مدعوة للقيام بدور الوسيط لحل هذا المشكلة الكبيرة. يعني ينبغي أن يكون هناك جهة من منظمات المجتمع المدني، من قوى الحية، قوى الحية للدولة في الاتجاه المدني، من خبراء، من منظمات اعتبارية، أن تقوم بدور الوسيط لتغريب وجهة النظر. ما في إشكالية في أنه الشرق لا يأتي مع الغرب، ودائما الشرق مع الغرب حتى ولو في أفق الافتراض. فبعتقد أنه هذه المسألة غالبا للحلول. طيب جاءت، وكل شخص يقوم بعمل سياسي في الشرق أو غيره، كل شخص عنده هامش للتنازل، عنده هامش المناطق. جميل أستاذ، أستاذ صلاح، نقطة أخيرة وأرجو الإجابة فيها بإيجاز لضيق الوقت في هذه القضية. يعني واحد، يعني بعض الحلول المطروحة يمكن أن تضع السودان في طريق مختلف أو مضاد للمجتمع الدولي الذي يتحدث عن أنه يجب على السودان أن لا يخرج من المسار الديمقراطي الذي تم وضعه وتحقيق الانتقال الديمقراطي الكامل. سؤالي هنا، السودان يتعرض لضغوطات من المجتمع الدولي، كيف سيستطيع السودان أن يوفق ما بين كل هذه الجهات انتقال وتحول ديمقراطي سليم يرضي جميع الأطراف ويحقق النجاح للسودان في النهاية؟ نحن الآن مطالبين بأننا نتواطأ على غير معينة، ونترك كثير جدا جدا من المزايدات التي قد تحدث، قد تحدث من بعض الجوانب. أنا أعتقد أن المكون العسكري لم تظهر منه حتى الآن بوادر أنه ضد التوجه الديمقراطي. المكون المدني هو عراب التوجه الديمقراطي، فيبقى الغاية إذا كانت واحدة يمضي الطريق إليها سائل. في اختلاف في الوسائل، هذا الاختلاف في الوسائل مساحة، قد يكون معك حق ومعي جزء منه ومعي وهكذا. يعني
هذه مسائل بعد ذلك تبغى الوسائل مكان للاستغاء، مكان للتنازل والاستغاء، حتى يتجنب السودان الارتداد الثوري ويتجنب ويعود إلى الحصار الاقتصادي الخارجي الذي خنق بالبلاد طيلة الفترة السابقة ورمى بالظلال على كل الأوجه الاقتصادية ومد حتى المسيس المعيشي والأخلاقي والقيمي. فينبغي أن يجلس أهل الحل والأمن في السودان صحة العبارة يجلسوا ويتواطؤ على طريق موحد، هذا يأتي إلى منتصفه وهذا يأتي إلى منتصفه ويسير به حتى تسير الثورة إلى مبطراها ويسير البلد إلى أمان إن شاء الله. شكرا جزيلا ضيفي الكريم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ صلاح الكامل، كنت معي عبر الهاتف في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك.